وفي مجال الخدمات العامة وضمن خطط إدارة المحافظة الاستراتيجية، افتتح وبحضور رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل عبد السلام الصميدعي المبنى الجديد لمديرية البطاقة الموحدة في قضاء دور. وقال الصميدعي إن الأموال المتوفرة غير كافية لتحقيق كل التطلعات، لكنها ستتحول لمشاريع خدمية تخفف من معاناة المواطنين وتحقق تقدما بمجال الأعمار. شكرا لوزارة الداخلية، شكرا للأخوة بالوزارة على هذا المنجز الرائع. حقيقة يعني أعيد كلامي، أقول صلاح الدين من زمان يعني تفتقر إلى هذه الإنجازات، خصوصا فيما يخص البطاقة الوطنية، لأنه أغلب دوائر البطاقة الوطنية في عموم المحافظة يسكنون في يعني أماكن غير ملائمة وغير صحيحة. لا بأس أنه اليوم الوزارة تفكر بجدية من أجل أن ترتقي بمنتسبيها، خصوصا أن البطاقة الوطنية هي يعني دائرة خدمية لها مساس بحياة الناس وتواصل الناس، يعني البطاقة الوحيدة اللي كل الناس يقصدونها وكل الناس يحتاجونها وبشكل يومي. فشكرا لوزارة الداخلية أيضا مرة أخرى، وأقول مبارك لأهلنا في الدور هذا المنجز، وإن شاء الله إنجازات أخرى وأخرى على الطريق. المحافظة سوف تقدم إنجازات إن شاء الله، الحكومة المحلية حكومة الإنجازات إن شاء الله. إحنا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، نعم لا توجد أموال تكفي، لكن إن شاء الله ما يوجد من الأموال سوف يتحول إلى مشاريع بناء إن شاء الله. شكرا. برعاية السيد وزير الداخلية وبإشراف مباشر من قبل السيد مدير الجنسية العام اللواء نشأة الخفاجي، تتشرف اليوم مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في صلاح الدين بافتتاح دائرة البطاقة الوطنية في الدور. اليوم بعد ما كانت دائرة بطاقة وطنية غير مؤهلة وغير صالحة أصلا لاستقبال المواطنين، اليوم الدائرة الحمد لله والشكر دائرة أنشئت وبنيت من قبل وزارة الداخلية، وانتقلت بها كوادرنا وباشرنا بالعمل بها، وإن شاء الله بعد 10 أيام أيضا عندنا افتتاحية بدائرة مكتب جوازات سامرة في سامرة بعد ما تم تأهيلها من قبل وزارة الداخلية، وأنشئت بناية جديدة لمكتب الجوازات، وإن شاء الله باتباع إن شاء الله مستقبلا عندنا رؤية بعد 3 أشهر 4 أشهر بافتتاح مكتب التسجيل المركزي. مكتب التسجيل المركزي هذا ما يسهل للمواطن اللي نفوسه خارج محافظة صلاح الدين بإصدار البطاقة الوطنية من نفس صلاح الدين وإكمال معاملته بدون الخروج من المحافظة. الجوازات الحمد لله وشكر جوازات 3 مكاتب جوازات قاعد تشتغل بصلاح الدين، وعندنا مكتب جوازات أيضا ورقي 4 مكاتب جوازات، الجواز يصدر خلال ساعة إن كان ورقي وإن كان إلكتروني، الجواز يصدر خلال ساعة بعد ما كان الجواز 3 أشهر إلى 4 أشهر. أيضا دوائر الجوازات اللي موجودة عندنا الحمد لله وشكر أنتم كنا على اطلاع بها، مكاتب جدا جدا يعني روعة ومكاتب مثالية، وبالتتابع نشتغل البطاقة الوطنية وإن شاء الله نأهل أيضا مقر المديرية عندنا بعد شهر أو شهرين نستلمه. مقر المديرية مالتنا مقر مكون من 4 طوابق أنشئ من قبل محافظة صلاح الدين، وننتظر فقط الاستلام.